أبطال كتير في مصر مع الأسف ما بيلاقوش حد يقف جنبهم ويرعاهم وبتروح الموهبة بتاعتهم. النهاردة يمكن أنا كان ليا تعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال دعم الفريدة عثمان. النهاردة المجتمع المدني ليه دور وكل الشركات عندها دور ومسؤولية مجتمعية. النهاردة لازم تخش وتشارك علشان خاطر النهاردة مصر عندها مجموعة أبطال كتيرة في كل الألعاب. النهاردة احنا محتاجين نرعاهم ونعمل لهم برامج تدريبية معينة علشان نقدر نشوف أبطال كتير بدل بطل واثنين وثلاثة. مصر تشوف مجموعة أبطال في أولمبياد بكين 2020. حاجة جميلة جدا ان يصل الصندوق